مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. وفقرتنا الثابته دائما في هذا الصباح تحليل ابرز عناوين واخبار الصحف الصادره صباح اليوم. بشرفنا في هذه القراءه الصحفيه الاستاذ محمود مطر، نائب رئيس تحرير مجله الاذاعه والتلفزيون. صباح الخير يا استاذ محمود. صباح الخير وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. نبدا من جريده اخبار اليوم من الصفحه الاولى. مصر تجني ثمار الاصلاح الاقتصادي. بعثت الصندوق الدولي تقول الاقتصاد يمضي في المسار الصحيح لتحقيق فائض اولي في الموازنه، وتراجع معدل التضخم السنوي من 33% إلى 13% وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي. يعني بالتأكيد ده مؤشر على أن مصر بتسير في طريق الصحيح اقتصاديا. هذه الثمار اللي بدأت تجنيها مصر بتعد دليل على أنه برنامج الإصلاح الاقتصادي بالفعل بدأ يحقق نجاحات. تعليق حضرتك على هذا الخبر وعلى شهادة بعثة صندوق النقد الدولي. طبعا زي ما حضرتك عارف أنه بعثة صندوق النقد الدولي لما تشهد هذه الشهادة ده مؤشر رائع جدا بالنسبة للاقتصاد المصري. أعتقد أنه الحاجة المهمة في المسألة مش القرض بتاع الصندوق زي ما كل الخبراء بيقولوا، إنما الحاجة المهمة هي انه شهاده الصندوق النقد الدولي هي شهاده للاقتصاد المصري. شهاده ان الاقتصاد المصري بيتطور، بيتقدم، بيتجاوز عثراته الكثيره اللي كانت موجوده. ده بيسهل وبينمي مساله الاستثمارات، مساله التعاون الاقتصادي بين مصر وغيرها من الدول. يعني هي المساله مش بس ان مصر بتستفيد بقرض الصندوق بقدر ما انه مصر ايضا بتجذب استثمارات، بتجذب أنواع كثيرة من التعاون الاقتصادي مع دول أخرى. يعني بعض الناس كانت متصورة أن المسألة قرض الصندوق فقط، يعني وأن كل مرحلة 2 مليار دولار، فبيقول لك يعني 2 مليار مش، إنما المسألة أن هذه الشهادة بتفتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري. طبعا يجب أن نعترف أن هناك إجراءات صعبة حدثت وفي الطريق أيضا، وانه تبدو بقى مساله مظله الحمايه الاجتماعيه دي مساله فارقه ومهمه جدا في المرحله القادمه. لانه بعض او عدد قطاع من الشعب المصري لن يستطيع تحمل هذه الاجراءات الصعبه الا اذا احيط بمساله مظله الحمايه دي، والا اذا يعني الحكومه قدمت حزمه اجراءات بتخفف هذه الاعباء الكثيره. أنا أعتقد أنه وزير المالية أعلن أنه هناك في الطريق حزمة إجراءات حماية اجتماعية مهمة جدا في المرحلة القادمة. أعتقد أن دي بتؤشر لأنه الحكومة فاهمة كويس ووعية ومدركة أنه هذه الإجراءات ينبغي أن تسير جنبا إلى جنب مع إجراءات حماية اجتماعية مهمة جدا في الفترة القادمة. وإن شاء الله أعتقد في خلال سنوات قليلة يعني الاقتصاد المصري سيتعافى تماما، يعني ونبدا نحصد ثمار هذه الاجراءات الصعبه وهذا الاصلاح الاقتصادي الذي يعني تاخر سنوات طويله جدا. ان شاء الله نحصد هذه الثمار بشكل جيد وتنعكس على كل قطاعات الشعب المصري مش بس على الفئه الفقيره فيه. تمام. نروح لملف آخر من جريدة الأهرام وخبر من الصفحة الأولى. تقدير دولي لفتح معبر رفح طيلة شهر رمضان. طبعا يعني هذا الإجراء اللي اتخذته مصر الحياة تسهيلا على أشقائنا الفلسطينيين في ظل المحنة اللي بيتعرضوا ليها، وكان آخرها طبعا ما حدث من تظاهرات وسقوط شهداء ومصابين في أحداث غزة. القضية الفلسطينية الحقيقة بتظل دائما في قلب مصر وعقل مصر. تعليق حضرتك على هذا الخبر ودور المصري تجاه الأشقاء الفلسطينيين. طبعا القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى، يعني منذ أن ولدت هذه القضية ومصر بتأخذ على عاتقها القضية الفلسطينية، ومصر هي التي دفعت الثمن الأكبر في مسألة القضية الفلسطينية، وهي التي فقدت آلاف الشهداء دفاعا عن فلسطين وسعيا لعودة الحق الفلسطيني والأرض المحتلة. طبعا قرار الرئيس السيسي بفتح معبر رفح طوال شهر رمضان ده
قرار يعني رائع جدا، واستقبلوا الإخوة الفلسطينيون بمزيد من الترحيب وبمزيد من يعني التقدير والاحترام للقيادة السياسية المصرية، إنها بمناسبة الشهر الكريم وبمناسبة أيضا ما يعانيه الإخوة الفلسطينيون من يعني صلف ومن عنت ومن عنف وقتل إسرائيلي يجب أن يعني يتصدى ليه العالم كله. طبعا قرار مهم وجاء في موعده، ومصر تتحرك أيضا في اتجاهات أخرى بالنسبة لمحاولة يعني إيقاف الدم وإيقاف نزيف الدم الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين. أعتقد أنه على المجتمع الدولي، مصر معروف يعني الموقف المصري معروف ولا أحد يستطيع أن يزايد عليه، لكن أيضا يعني نتمنى أنه يكون هناك موقف دولي فاعل وحقيقي للتصدي لإسرائيل، وأنه أمريكا تدرك أنه وقف الباطل بجانب الكيان الصهيوني يعني سوف يؤدي إلى مزيد من التدمير ومن العنف ومن التراجع بالنسبة للقضية الفلسطينية على جميع المستويات، وسوف يجعلها تخسر يعني دول كثيرة وأصدقاء كثيرين. أعتقد أنه مصر يعني ماضية في مساندة الفلسطينيين وفي مؤازرة القضية الفلسطينية حتى إن شاء الله يعني تحل هذه القضية بمشيئة الله. وأنا أعتقد أنه هذا القرار طبعا نتمنى بقى أنه على الجانب الآخر تكون هناك إجراءات أمنية يعني واضحة، علشان زي ما حضرتك عارف أنه فتح المعبر ده أحيانا بيتسلل منه بعض الإرهابيين. أعتقد أنه هذه المسألة ضبطت يعني تماما، ونحن نأمل في مزيد من ضبطها عشان يستمر بقى فتح المعبر بالنسبة للإخوة الفلسطينيين، عشان ناس بتعاني بشكل مش طبيعي، فالمعبر ده بيخفف طبعا عنهم كثيرا يعني. تمام. من جريدة الجمهورية الصفحة الأولى: خريطة البرلمان تضم أغلبية ومعارضة لأول مرة، دعم مصر ومستقبل وطن مع والوفد والمحافظين ضد. يمكن دي المرة الأولى اللي نشوف فيها أغلبية ومعارضة في البرلمان. يعني تعليق حضرتك على هذه التشكيلة السياسية الجديدة وما ستسفر عنه من تغيير ربما في المشهد البرلماني، في الحياة النيابية الحزبية بشكل عام. احنا كنا محتاجين ده الحقيقة من زمان. اعتقد انه هذه الخطوة يعني للأسف ايضا تأخرت، لانه البرلمان المصري المفروض انه يعني كان يعني ولد ناجحا يعني بعد ثورة 30 يونيو، لكن للأسف يعني حصلت بعض المشاكل، حصلت بعض انه يعني لم يستطع البرلمان ان يصل الى هذه الصيغه، صيغه انه لازم يبقى في معارضه. طبعا ما ينفعش انه تبقى المساله هلاميه وما فيش، انما طبعا كان في مستقلين وكانوا بيقوموا بدور المعارضه. اعتقد انه الفتره القادمه الخطوه دي سيترتب عليها مزيد من الزخم، مزيد من الجدل المفيد على الساحه السياسيه المصريه. يعني تعالت اصوات كثيره في الفترات الماضيه وناس كثيره جدا قالت انه يعني الحراك السياسي تقريبا انتهى، وانه هناك ركود سياسي غير مبرر. اعتقد انه دي خطوه مهمه جدا لالقاء حجر في مساله بحيره الركود السياسي اللي كانت موجوده. وانا اعتقد طبعا التحديات الامنيه المتواصله والضخمه والاتحادات الاقتصاديه ايضا اللي واجهتها مصر في السنوات الماضيه كانت هي الاهم ولها الاولويه بالنسبه للنظام يعني، وبالنسبه ايضا للنخبه المصريه. لكن اعتقد انه حان الوقت وان الاوان دلوقتي انه يبقى في فعلا تتشكل هذه الخريطه السياسيه اللي يعني هتعيد الحراك السياسي الى الشارع المصري، ولكن تعيده بمزيد من يعني من الحكمه ومن الرؤية لصالح المجتمع المصري ولصالح الدولة المصرية. لأنه الفوضى اللي حصلت بعد يناير، احنا عندنا أكتر من 100 حزب أو يعني عشرات الأحزاب محدش يعرف أسمائها ومحدش يعرف ولا تضم فاعلين ولا تضم ناس لها في النشاط السياسي يعني لصالح البلد. أعتقد أنه هذه الفوضى يجب تقنينها
وأيضا تكون هناك خريطة سياسية حافلة بالمعارضة وبالموالاة أيضا، ولكن على خلفية من الرؤية لصالح الدولة المصرية. طيب هو الخبر بيقول أنه في أحزاب مع وفي أحزاب ضد. مع إيه وضد إيه؟ لا يعني ما هو يعني كل حزب هيبقى له، يعني أنا أتصور أنه كمان يعني في الانتخابات البرلمانية القادمة دي هتتضح الصورة أكثر، ممكن يبقى فيه تحالفات حزبية، يعني هيبقى فيه، وده ده عليه الرئيس السيسي على فكرة. نعم. أنه تحدث اندماجات بين عدد من الأحزاب، كل حزب هيبقى ليه تصور، كل اندماج أو كل تحالف حزبي هيبقى ليه تصور، وهيبقى ليه مرشحين في البرلمان، وهيبقى ليه يعني اتجاهاته السياسية المختلفة، وهيبقى هذه الكتلة ضد هذه الكتلة، هذا التحالف ضد هذا التحالف، هذا الحزب ضد هذا الحزب. يعني كلما يعني تم ترشيد، يعني وكلمة ترشيد دي أنا في رأيي مهمة جدا، ترشيد عدد هذه الأحزاب اللي هي ملهاش أي دور ولا أي وجود، تقليص العدد تقليص العدد، وإن العدد ده ينضوي تحت كتلة أكبر. تمام. تحت تحالف أكبر، ده هيكسب المسألة زخم سياسي مطلوب جدا، وهيخلي لكل كتلة حزبية وانتخابية برلمانية وجودها الفاعل، وهيوسع نشاط الأحزاب، وهيخلي كمان يجذب المواطن المصري العادي للمشاركة في الحياة السياسية. لا يعني المسألة دي مهمة جدا، ولكن محتاجة نوع من الاستمرارية، ونوع أيضا من الحكمة والرؤية السياسية الحقيقية لصالح البلد، مش لتوجهات يعني تهدم في البلد وتدمر في البلد. أعتقد دي هتبقى مسألة مهمة جدا في المرحلة القادمة، ولكن يجب أنه يعني تكون هناك تحالفات قوية وكبيرة حزبية، وعلى خلفيتها يبقى داخل المجلس النواب تحالفات أيضا وتكتلات أيضا في الحياة النيابية تسري هذه الحياة، ويبقاش اتجاه واحد أو جانب واحد، أو أنه في مجموعة مستقلة ضعيفة التأثير بينما هناك أغلبية قوية. أنا أعتقد ده مش في صالح الدولة ومش في صالح المجتمع المصري. تمام. نروح لجريدة المصري اليوم، وخبر بيقول الألاف بالغربية والدعون النقيب الماحي شهيد السحور. طبعا النقيب الماحي يعني رحمه الله وصبر أهله، كان بيوزع السحور في فجر يوم الجمعة، وطبعا استشهد بسبب إصابته في انفجار عبوة ناسفة. يعني حادث حابب يلقي الضوء على تضحيات الضباط وحماة الوطن، حتى وهو بيعمل يعني حاجة بيوزع وجبات سحور يعني. نعم. يعني طبعا دي شهادة الحقيقة يعني يتمناها أي حد، بنتمنى طبعا يعني لأهله الصبر والسلوان، اللي هم ربنا الصبر والسلوان. تعليق حضرتك على هذا الحادث؟ طبعا احنا يعني نقدم العزاء لأهل الفقيد، ونحتسب عند الله شهيد إن شاء الله. وأنا أعتقد أنه ده رسالة مهمة جدا، أنه هذه النماذج الرديئة التي تقوم بهذه الأعمال هي لا يعرفون لله في الله إلا ولا زمة زي ما بيقولوا. تمام. ويعني زي ما حضرتك أشرت أنه ده حد بيوزع السحور، وفي أول سحور رمضاني أنا أعتقد، أو في تاني سحور رمضاني تاني. أنا أعتقد أنه يعني دي ناس ظهرت صورتها الحقيقية أمام الجميع، وعلى الجانب الآخر ظهرت بقى يعني أو تؤكد على التضحيات التي يقدمها رجال الجيش والشرطة في لصالح الدولة المصرية، وفي مواجهة هذه النماذج الرديئة التي تتخذ الدين ستارا لها، وهي طبعا والدين منها براء تماما، وده بقى واضح ومعروف. أنا أعتقد أنه كمان شيء مهم جدا أن احنا نقول أنه رغم انه الحمد لله انه هذه العمليات تقريبا يعني بقت قليله جدا، وضعفت هذه يعني هذه التنظيمات الحقيره وانتهت تقريبا، لكن يجب ان احنا كمان نخلي بالنا كويس قوي انهم ان هذه الحرب طويله وممتده، لان دول يعني افراد يعني بيلجأوا، والتمويل الخارجي ما زال مستمر. فطبعا انا اعتقد انه ان شاء الله في خلال فتره قصيره سوف تعلن سيناء خاليه من الارهاب، لكن ده بيتطلب برضه ان مش بس يبقى فيه
يعني انتباه من القوات المسلحة والشرطة، هم قايمين بهذا الدور تماما. لكن كمان مسألة التنمية والاستثمارات في سيناء مهمة جدا جدا جدا، لأنه زرع المسألة بالبشر أهم من أي شيء. يعني البشر والتنمية هم الذين يواجهون مثل هؤلاء الإرهابيين ويقضون عليهم تماما، ويختفوا لما يكون في تنمية حقيقية وعمران واستثمار حقيقي على أرض سيناء. تمام. من جريدة أخبار اليوم خبر بيقول بعد المطالبة المصرية حقوق الإنسان الدولية تشكل لجنة في أحداث غزة. نرجع تاني للاهتمام المصري بالقضية الفلسطينية والتحرك على الصعيد الدولي والمطالبة المصرية بتشكيل لجنة في أحداث غزة، وبالفعل تم الاستجابة لذلك. تعليق حضرتك على هذا الخبر وما ستسفر عنه أيضا هذه اللجنة، يعني في ظل الأوضاع المتردية على الصعيد الفلسطيني والانتهاك الإسرائيلي الأمريكي لحقوق الفلسطينيين بهذا الشكل. طبعا كان التحرك المصري على المستوى الدبلوماسي يعني تحرك قوي وسريع بعد أن تفاقمت أعمال العنف الإسرائيلية وضد إخواتنا الفلسطينيين، وبعد يعني إنه استشهاد العشرات وهتدخل بقى في المئات يعني من الفلسطينيين. يعني مصر كان التحرك الدبلوماسي مطلوب، وعلى لسان مندوب مصر الداعم في الأمم المتحدة السفير علاء يوسف إنه يجب إنه هذه اللجنة تنجز عملها بسرعة، وتكون هناك عدالة في تحقيقات اللجنة، لأنه ويعني كمان زي ما أشارت مصر أنه يجب أن يكون هناك إفلات من العقاب، لأن إسرائيل في كل مرة تكرر فعلتها الشنعاء تجاه الفلسطينيين ثم تنجو من أي عقاب. تمام. فطبعا يعني مصر ركزت هذه المرة على أنه لا، لازم يبقى في عقاب دولي لإسرائيل. أعتقد أنه بمزيد من التكاتف المصري والدول والعربي والإسلامي أيضا في الأمم المتحدة، أنه يعني تكون هناك يعني ضغوط قوية من الدول العربية والإسلامية في، وأيضا الدول الأوروبية يعني التي يعني يجب أنها تبتعد بقى عن الانحياز لإسرائيل. لو هذه الضغوط مورست بشكل عنيف أعتقد أنه ممكن يصدر قرار دولي بمعاقبة إسرائيل ويبقى في حاجة معينة حصلت، إنما يكون فيه يعني قرار معين ثم تتدخل أمريكا بالفيتو الأمريكي أعتقد يبقى دام إحنا ما عملناش أي حاجة. فإن شاء الله أتصور إنه يجب على الدبلوماسية المصرية أن تسير في هذا الاتجاه، وهو يعني السفير علاء يوسف أشار إلى ده، لأنه يجب أن يكون هناك إفلات من العقاب بالنسبة لإسرائيل، لأنه إذا أفلتت أيضا هذه المرة هتتكرر المسألة. تمام. طالما ضامنوا أنهم لن يعاقبوا يعني. بالتأكيد. طيب، الملف السوري ومن جريدة الأهرام، الأسد في روسيا وفرنسا تجمد 7 كيانات مرتبطة بالكيماوي. يعني الأسد المرة الثالثة في روسيا، هل هناك نوع من البحث عن تسوية سلمية للأزمة السورية برعاية روسية، أيضا الموقف الفرنسي وتجميد 7 كيانات كيماوية؟ احنا عارفين أنه يعني هناك الأزمة السورية دي أزمة معقدة وكثيرة التفاصيل، ويعني ما فيش حاجة محددة يمكن طرحها الآن لحل هذه الأزمة، بعد يعني كل ما نيجي نقترب من حل ما يعني يحدث تفجير الأزمة من جديد. فطبعا بيكون مقصود يعني هذا التفجير؟ طبعا مقصود. أنا أعتقد أنه يعني الشعب السوري مل ويأس وسائم من هذه المعاناة الرهيبة جدا، وأنه الشعب المصري السوري أصبح لاجئا، يعني 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 ملايين من الإخوة السوريين يلجؤون وبالذات إلينا هنا في مصر، ونحن نرحب بهم على الرحب والسعة. لكن المسألة بقت يعني خدت بقى المشهد خد بعد أخرى. أنا أعتقد أنه على النظام السوري وعلى بشار الأسد أنه يدرك تماما أن المسألة محتاجة نوع من أنه يطرح حلول حقيقية على أرض الواقع السوري داخل السوري، حلول للبحث عن يعني في مسألة الديمقراطية في سوريا اللي فجر كل هذه الأزمة وأتاح ليها أنها تشتعل وتتسع، انه ما كانش فيه حراك ديمقراطي حقيقي في سوريا،
وان المساله كانت دايما يعني بتتم سواء انتخابات او غير انتخابات بنوع من زي ما احنا عارفين يعني كلنا. فطبعا اتصور انه طبعا سوريا روسيا تتبنى كل مواقف النظام السوري، وطبعا لو ما روسيا كانت انتهت مساله النظام السوري كان سقط، لكن ده كمان كان هيبقى هيصدر ازمه اكبر في الداخل السوري وايضا بالنسبه لجيران سوريا والعالم العربي كله. اعتقد ان الازمه محتاجه ايضا ادوار اكثر فاعليه واكثر يعني تاثيرا من الدول العربيه. وانا اعتقد ان الموقف المصري في الازمه السوريه موقف متوازن ويسعى للحفاظ على وحده الاراضي السوريه. انا اعتقد انه لولا الموقف المصري الداعم للحفاظ على وحده الاراضي السوريه كانت سوريا دلوقتي توزعت زي ما بيقولوا شيعا وقبائل وكل حد اخذ حاجه. يعني ما زال هناك حفاظ على الحد الادنى لمساله الدوله السوريه، يجب ان احنا نبني عليها بقى كمواقف عربيه وكجامعه عربيه. اين دور الجامعه العربيه مما يحدث في سوريا؟ الجامعه العربيه عليها ان تكون اكثر يعني حضورا في هذا المشهد، ما تسيبش المساله بس للاطراف الدوليه في الازمه السوريه، لان الازمه السوريه تدار باطراف دوليه سواء من روسيا او ايران او تركيا او طبعا الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا. طيب، من جريدة الجمهورية، مصر تشارك في القمة الإسلامية باسطنبول وشكري يعرض الموقف الثابت تجاه القدس والقضية الفلسطينية. مندوب مصر بالأمم المتحدة يقول: لا ندخر جهدا في دعم حقوق الشعب الشقيق. طيب حضرتك، يعني زي ما قلنا أنه يعني على العالم الإسلامي أن تكون قضية الفلسطينية في الأساس وقضية القدس هي القضية الأولى ومحور أولوياته يعني. وانا اعتقد انه مصر لم يكن لديها مانع من حضور القمه الاسلاميه في تركيا اللي احنا نختلف معها سياسيا، لكن المساله هنا ليست في اختلاف سياسي، انما نحن ازاء قضيه محوريه مهمه جدا تهم مصر اكثر مما تهم اي دوله اخرى، وانه مصر متصديه فعلا لهذه القضيه بشكل اساسي. فطبعا سواء عقدت القمة الإسلامية في إسطنبول أو غيرها، طبعا مصر كانت ستحضر هذه القمة وسيكون لها حضورها الفعل. وزي ما حضرتك أشرت موجود في الخبر أنه مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة دايما له نشاط هذه الأيام واسع جدا على مستوى القضية الفلسطينية، ولما قال أنه يجب أن نقدم الدعم أو يجب أن تقدم الدول الإسلامية الدعم، وإن مصر طبعا معروف دعمها للدولة القضية الفلسطينية، لكن مصر تطلب من الدول الإسلامية أن يكون هذا دعمها لقضية القدس والقضية الفلسطينية دعما متواصلا ودعما حقيقيا ودعما على المستوى السياسي وعلى المستوى اللوجستي أيضا. أنا أعتقد أنه القمة الإسلامية دي قد تسفر عن شيء جيد بالنسبة للقضية الفلسطينية، ولكن يجب أن يعني تكون هناك كده هدف واحد لكل الدول الإسلامية المشاركة في هذه القمة، وهي لا خلاف ولا اختلاف في وجهات النظر تجاه القضية الفلسطينية وتجاه قضية القدس. تمام، بنشكرك جدا في نهاية هذه الفقرة الأستاذ محمود مطر، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا، انتهت فقرتنا، لكن لسه مستمرين معاكم في هذا الصباح. خلونا نتعرف على آخر أخبار عالم المال والأعمال مع بسنت خطاب.